محتاجين بقى نعمل البوابة اللي هتخلي لي جيلي يعبر من ليفل 1 لليفل 2. اول حاجة هنسيف السين اللي احنا واقفين عليه، وبعدين هعمل نيو سين، هسمي او هسيف السين ده باسم ليفل 2 جوه الاس سي سينز ليفل 2 كلها سمول، وهرجع تاني افتح السين اللي انا كنت واقف عليه اللي هو جيلي تو فود، وهنيجي هنا نعمل البوابة. هتبقى عبارة عن كيوب، ممكن نكبر الكيوب ده شوية، وهنا السكريبت اللي هيمكنني ان انا اعمل البوابة الزمنية دي بين التو سينز هسميه لود ليفل. المكتبة اللي انا لازم اعملها انكلود قبل ما اتكلم على اللود ليفل هي الـ UnityEngine.SceneManagement using UnityEngine.SceneManagement، هي دي المكتبة المهمة جدا عاملها انكلود هنا. وزي ما اتفقنا احنا لما هندخل في التريجر ده، لما هدخل اخلي جيلي يدخل جوه التريجر بتاع الكيوب ده، عايز اخليه يشغل لي السين بتاع ليفل 2. يبقى من الكود بتاعي هتكلم على الفويد اون تريجر انتر كولايدر اذر، كالعادة اف الاذر ده كان واخد التاج بلاير هتنفذ الكلام اللي موجود جوه البلوك بتاع الاف. تعال نشوف بقى الفانكشن اسمها ايه، اسمها سين مانجر دوت لود سين، وسين مانجر دوت لود سين دي بتاخد اتنين بارامترز، نكتبها الاول سين مانجر دوت لود سين بتاخد اتنين بارامتر، اول حاجة اسم السين اللي انا عايز اعمله لود هنا، وتاني حاجة المود اللي انا عايز اعمل اللودنج ده فيه. المود ده لي عندي تو مودز، منهم مود اللي انا هستخدمه اللي هو السنجل مود اللي هو هيشغل لي سين واحد بس في المرة، المود التاني بيشغل لي السين اللي انا بدي اسمه هنا اثناء ما السين اللي انا واقف عليه شغال، ده انا مش محتاجه. بس هنا لو انا كتبت اسم السين، لا يعني لو انا جيت هنا قلت له ايه، قلت له ليفل 2، او تعالوا فعلا نعملها كده وبعدين نشوف التعديل اللي احنا هنحتاج ان احنا نعدله على الكود ده. طيب هنا المود لود سين مود دوت سنجل، عشان انا عايز اشغل بس السين اللي هو بتاع ليفل 2 دي ليفل 2 كده، لا طبعا. يبقى ارجع تاني اتاكد من الكود بتاعي، ادي الفانكشن بتاعت اون تريجر انتر، لو كان اللي داخل التريجر ده هو البلاير تشغل لي او تعمل لود للسين في السنجل مود، يعني معناها هتقفل السين اللي انت واقف عليه وهتفتح السين بتاع ليفل 2. طيب اسيف الكلام ده كده وارجع ليونيتي وحدي الكلام ده للكيوب اللي هو تعال نقول ليفل جيت، تسميه ليفل جيت، هدي له لود ليفل، واتاكد ان التريجر عندي متعلم على التشيك بوكس بتاع الاس تريجر. والحاجة التانية اللي عايز اتأكد منها ان هيقف على البيلد سيتنجز، وهعمل اد للسين ده، هعمل اد للسين بتاع الليفل 2 نتست مع بعض كده. انا شغلت فعلا ليفل 2. طيب كده الكود ده مش هيشغل لي، او السكريبت اللي انا لسه كاتبه ده مش هيشغل لي الا ليفل 2. انا محتاج ان انا استخدم اللود ليفل ده مع اكتر من ليفل، يعني لو قلنا اللعبة بتاعتنا 9 ليفل يبقى انا محتاج ان انا كل شوية اعمل سكريبت جديد، مش معقول طبعا. تعال نحط الاسم بتاع الليفل في متغير string، ونخلي السترينج ده بيتعين من خلال الانسبكتور public string level، واحط الليفل ده هنا كمتغير شايل اسم الليفل اللي انا عايز اروح له. لو وقفت على البوابة اقول له هنا level 2، كده مظبوط.